انا ما كندخلش بزاف الفيسبوك، قليله ديال الدخول الفيسبوك. فنهار اللي شفتها تفاجات بالنسبه لي هذيك اشاعات بصراحه، اشاعه من المعجبين ومن الاعلام وصافي من الصحافه. ف مزيدش فيها بزاف، اولا ملي كانوا كيتصلوا بيا ما كنتش كنديكلاري، ماشي ما كنتش كنديكلاري، ما كنتش كنجاوب اصلا في التليفون. فما يمكنليش اول حاجه، ما يمكنليش نجاوب، شنو غادي نقول؟ واش غادي ناكد لان الخبر ماشي حقيقي؟ غادي نفي ونقول هذاك عمل ماشي من حقي، يعني ممنوعه عليا من طاقم الانتاج والاخراج. التزمت الصمت باش في الوقت ديالو نديكلاري بلي هذاك عمل، وانا من لهنا كنديكلاري هذاك عمل. والصور اللي شفتو هو زواج ديال سرحان وحياة، ماشي ديال منال وعزام. عزام صديق ديالي هذه 15 سنة، أصدقاء بزاف وخوت بزاف، وكيعرف دارنا وأنا كنعرف دارهم، زعما ماشي علاقة إنسانية متميزة. يعني هادشي ما كاينش، واللي يتبع إن شاء الله السلسلة غادي يشوف الباس والمكياج اللي كاين في الصورة، هو بنفسه اللي كاين في السلسلة. وديك الصوره ما عرفتش كيفاش تسربت، انا ما نزلتهاش الصراحه. انا عملت حاجه واحده، صوره انا وياه وعامله، هذا سر ما تقولوها لحد، سر لان واخيرا قلت واخيرا سر ما تقولوها لحد، واخيرا يعني كنقصد بها العوده للجمهور ديالي في رمضان، هذه هي المعنى ديال الجمله. وما تقولوها لحد هذا سر، لان باقي السر باقي ما عنديش الحق باش نديكلاري. هذا ما كان، وكانوا دي كومونتير ولا شي حاجه ما بين حياه وسرحان. ف انا ملي كندخل للعمل كندخل بيرسوناج، كيبقى فيها بيرسوناج حتى كنسالي مع كوبي او فان جورني، ماشي فان جورني مي فان تورناج، صافي خرجت من البيرسوناج. هادشي اللي كاين.